خلق الخلق وتوجه إليهم سبحانه وتعالى، توجه إليهم بالنعم وبالعطايا، ولا ينساهم طرفة عين. في كل لحظة من لحظات ابن آدم ملايين العطايا وملايين الهدايا من الله سبحانه وتعالى والاختصاصات، بالمقابل إنسان كذلك يجب أن يكون متوجه إلى الله في كل لحظة لحظات حياته. خلق الإنسان ليكون له وجهة، تكون له وجهة واحدة، الله على كل حال، في أكله وشربه ونومه وفي كل لحظة. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني كل لحظات الحياة، الموت والنوم، في المرض وفي الصحة، وجهة واحدة من؟ الله. لماذا الله؟ لأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تتوجه لغيري، مش فقط ليعبد، لكنه لأنه يعلم أن لا نافع ولا ضار إلا هو، فيقول لك يا عبدي أنا خير من غيري، إن توجهت إلي كنت لك وكنت في حاجتك، وإن توجهت لغيري خسرت وشقيت. المستفيد من؟ الله. المستفيد أنت. لهذا خلق الإنسان ليكون دائما الاستغراق في حضرة الله، وهذا لا يتحقق إلا في مقام الإحسان، إلا في مقام الإحسان. الإسلام، الأمة كلها مسلمة الحمد لله، الكل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسلم مسلم مسلم، وعصم ماله وعصم عرضه ودخل في جماعة المسلمين مسلم. لكن يكفي في غفلاته وفي شهواته وفي كذا وفي كذا، لكن يخرج من ملة الإسلام مهما عصى ومهما انشغل هذا مسلم، لكن لا يكفي. الله سبحانه وتعالى قال لك هذا إسلام، لكن يجب أن لا تكتفي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يجب أن تتحقق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يجب أن تسلك طريق الإيمان، أن تسلك طريق الإيمان. فالمجتمع هنالك من اختار يقول لا إله إلا محمد رسول الله، يعيش في حياته في شهواته في غفلاته. القليل من قال أريد أن أسلك إلى ربي. هذا السلوك والسلوك إلى مقام الإحسان، هذا أن تكون وجهتك دائما الله، هذا لا يكون إلا في أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو
يراك، تعبد الله كأنك تراه. المجتمع يعبد الله كأنه يراه، إذن هذا لا يكون إلا بطريق في مقام الإحسان. لهذا حديث سيدنا جبريل عليه السلام في آخر الحديث، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. من الذي علم؟ من الذي كان يعلم؟ أنا سيدنا جبريل كان طالب تلميذ أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا النبي قال هذا جبريل انظروا إلى عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، إلا قال أنا علمتكم دينكم. قال جبريل مرة أتى رجل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية، يا خير البرية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ذاك إبراهيم. قال له: ذاك إبراهيم وهو رسول الله ويعلم أنه خير البرية. ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني جبريل أتاكم حتى يعلمكم بأن لا تكتفوا بأن تكونوا مسلمين، خلاص آمنا لا إله إلا محمد رسول الله، الحمد لله، أن تسلك طريق الإيمان لتصل إلى مقام الإحسان. لما يصل الإنسان إلى مقام الإحسان هذا لا يكون إلا بمسلك، ما من سلوك إلا وله مسلك، وما من علم إلا وله معلم. جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، نحن من سيعلمنا جبريل؟ جبريل الذي سيعلمنا ديننا. يعني لا بد لك من معلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسب التعليم لجبريل، وأنت لمن ستنسب التعليم؟ من علمك؟ من علمك؟ لهذا لا يمكن أن تصل إلى هذا إلا بسلوك وبمسلك. هذه الآية ماذا تقول؟ ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني يجعل وجهته وجهة قلبه، ليس هذا الوجه، مش هذا الوجه، هذا وجه التراب، لكن وجه القلب. لما تقف في الصلاة الوجه هذا لماذا توجهه؟ هذا الوجه إلى الكعبة، ثم تقول الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أي وجه هذا؟ هذا. إذن كم وجه لنا؟ وجهان، وجه التراب ووجه القلب. ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني سلك وجهه إلى الله وسلك طريق الإيمان إلى الله، سلك طريقا آخره ماذا؟ الله. سلك طريقا
ووجه وجهته إلى طريق آخره الله، وأن إلى ربك المنتهى. ومن يسلم وجهه إلى الله، قال لا، هذه لا تكون إلا وهو محسن، هذه لا تكون إلا لأصحاب الإحسان، ليست بعامة، هذه لا تكون إلا لصاحب الإحسان. ممكن يكون الإنسان دائما وجهه إلى الله، اش كتقول سيدنا ربيع العدوية؟ فالجسم مني للجئال فالجسم مني للمجالس مؤانس لمؤنس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. ممكن الإنسان يجعل جسده وذاته للخلق وقلبه لله. هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، إذا نامت عيناي، يعني إذا عينا الجسد نامتا، فإن قلبي لا ينام، فإن قلبي لا ينام. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لما الله سبحانه وتعالى قال استمسك بالعروة الوثقى، ما هي العروة الوثقى؟ العروة التي لا تنفك، العروة التي لا تنفك. كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن هنالك مقام إذا وصله الإنسان لا يمكن أن يعود. إذا وصل إلى مقام لا يمكن أن يعود لأدنى منه، ده أهل الله ماذا يقولون؟ قالوا: ما رجع من رجع إلا من الطريق، ما رجع من رجع إلا من الطريق، وما رجع من وصل، وما رجع من وصل. معقول تكون جائع، عطشان، عريان، مريض، ويفتح لك باب فتدخل إلى قصر، آكل، شارب، نايم، لابس صحة، وتقول لهم رجعوني؟ ممكن نقول لهم رجعوني البهدلة؟ ما رجع من رجع إلا من الطريق، وما رجع من وصل. هذه الآية تتكلم عن الواصل، فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني لا يمكن، غريق وهو في نفسه الأخير ودع، وجاته عروة نجاة يتمسك فيها وقبضها، ممكن يطلقها؟ ممكن؟ كنقولوا احنا كنقولوا شدة العمى في الظلمة، ممكن يتركها؟ لا يمكن.
فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. يعني يا مسلم، لا تهتم بغيره، ولا تشغل بالك بغيره، ولا تفكر بغيره، ولا تذكر في غيره، لأنه لا وجود لغيره. لا وجود لغيره، كله وهم وخيال. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. هذا نحن في غفلاتنا وانشغالنا، رجعنا من الطريق، الله يستر منكم، حتى في الطريق باقي ما وصلناش ليه، الله يستر حتى الطريق هذا. أهل الله يتكلمون على من سلك وعاد، ما نحن سلكنا لا أظن. هذا ده دعاءنا في الصلاة، اهدنا الصراط برحمة بالأمة، ما اهدنا إليك، ما اهدنا إليك رحمة بالخلق، اهدنا الصراط، فقط نصل إلى الطريق، يكفينا إذا وصلنا إلى الطريق ومتنا ونحن في الطريق. لكن احنا لا طريق ولا سلوك ولا معلم ولا عروة ولا وثقى ولا. أسأل الله العفو والعافية. عروتك الوثقى تظهر في موتك، عندما تخرج الروح ستعرف كنت كامش بالعروة الوثقى ولا عايش وهم وخيال. دين دين حقيقة ولا الإنسان يصلي ويذكر عارفين قصة الببغاء؟ عارفها؟ عارف قصة الببغاء؟ نعود نقولها. هذا شيخ أعطوه هدية ببغاء، والشيخ يعني داره دائما ذكره، والشيخ تعلم اسمع لا إله إلا الله، فدائما لا إله إلا الله. فالببغاء دائما يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالناس ماذا قالوا؟ قالوا الببغاء أصبح ذاكر. فمرة جاءوا عند الشيخ، لقوا الشيخ يبكي، قالوا له مالك؟ قال لهم ببغاء مات. قالوا له ما تبكيش، نجيبوا لك 10. قالوا له ما كنبكيش على الببغاء. قال لهم أنا كنبكي لأن لما مات قتلوا القط، مش قتلوا. فلما كان كيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لما المش قط خنقه توقف عن يقول لا إله إلا الله، وبدأ يغوت في لا إله إلا الله، ذهبت. يعني كان كيقولها بفمه ولا بقلبه. ده عروتك الوثقى عند الموت. يا هل ترى تستطيع أن تقول لا إله إلا الله؟ ما هو أعلم، ممكن تقولها ولا لا، الله أعلم. إن كانت يدك بالعروة الوثقى في الحياة تقولها عند الموت، كانت فقط بالفم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار إلى الله. الله
الله يرزقنا، الله يرزقنا من يذكرنا ومن يأخذ بأيدينا. هذا من رحمة الله بعبده أن يكون له حبيب في الله، روحه مرتبطة بروحه، لا يأتيه ملك الموت إلا بصورة حبيبه. يأتيه ملك الموت إلا بصورة حبيبه، يده بيده، يقول لا إله إلا الله، ده كم من الله من الأحباب وهم في سكرات الموت، في لحظة من اللحظات يتغير كلامهم وبدأوا يتكلموا معش. نعم يا سيدي، فين غنمشي يا سيدي؟ وهو الناس حوله، ونعم يا سيدي، فين غنمشي؟ نعم سيدي، نعم سيدي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. وأنت في هذه اللحظات يأتيك الملك لك لا تخاف، لا تخاف، لا تخاف. هذه يجب أن تدفع، تدفع هذه ببلاش، تدفع ثمنها. ذلك ما كنت منه تحيد. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، ثبتنا عليها في الدنيا وعند الممات ويوم نلقاك. وجزاكم الله خيرا. الله.